خلصت الاكل اللي في التلاجة كله وشطبت على البانيه، وطبعا هتيجي بكره وتسال السؤال اللعين، الاكل النهارده ايه؟ السؤال ده يا محير امهات وصاب ورا ناس كتير متقدرين، اللي مش قادره تفكر من شيء الملايكه الصغيرين، واللي خايفه من طرطشه زيت القلي ولسع صينيه المسقعه، ومعاول حتى طلعت تجري وسابت كل حاجه مولعه، اللي قرر يبقى كيتو بس كسله خلى اكله يبقى كله جبنه رومي، واللي عايش وحيد وبياكل نفس الحاجه هي هي بشكل يومي، واللي نفسه يبقى فورمه بس شيطان الجانك شاطر، واللي عارف الاجابه وحمل ابلكيشن هوم ايتس وبياكل كل يوم اكل بيتي صحي فاخر. هوم ايتس بتخلي كل شخص يختار اكله على حسب احتياجاته وظروفه ودنيته، سواء رياضي كيتو دايت مريض سكر او عنده حساسيه بتاثر على صحته، لانه طالع من ايد اهلنا وبيوصل على ايد طيارين عارفين معايير السلامه والامان، علشان في الظروف الحاليه تاكل كل اللي نفسك فيه وانت في غايه الاطمئنان. حمل هوم ايتس واطلب الاكل دلوقتي او بكره او لاسابيع قدام، وهات الكميه اللي انت محتاجها من اول الطبق لحد الصواني، واستمتع بعروض وخصومات مش هتلاقيها في اي ابلكيشن تاني. هوم ايتس، الاكل الامن والصحي اللي بتدور عليه.